بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس يضعف أمام الامتحانات وأمام الابتلاءات وأمام الاختبارات، ولا تحسبن أن الاستقامة تمر أنت آكله. لن تنال المجد حتى تلعق الصبر، لن تنال المجد حتى تلعق الصبر، حتى تذوق طعم الصبر. الصبر كالصبر مر لكن عواقبه أحلى من العسل. بعض الناس يضعف إذا وجده فتنة مالية أو ابتلاء في بيته أو ابتلاء في وظيفته أو ابتلاء في مجتمعه، ينسلخ من دينه ويرضى أن يعيش ذليلا حقيرا بعيدا عن دينه والإيمان. ماذا يقول الآن إخواننا وهم يتمتعون ويرفلون في نعم الله؟ ماذا تقول أخواتنا وأزواجنا وأمهاتنا وهن يكثرن الشكاة ويكثرن التأفف من ضيق المعيشة؟ أي امرأة تستطيع أن تعيش مع أخ ملتزم في بيت ليس فيه إلا حصير، ليس فيه شيء يرد البصر؟ أين أمثال هؤلاء النساء الصالحات العابدات؟ صار يعني عددهن قليل، وصرنا يعني أقل من القليل. رب أشعث أغبر مدفوعي بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. والله إن هناك من يعيش في أكواخ صفيحية، يأكل اليوم ويجوع غدا، ينام اليوم ويسهر غدا، يلبس اليوم ويعرى غدا، وهو في قمة السعادة لأنه مطمئن بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ مال لما كان هؤلاء الأرذال الكفار ينتحرون في بلاد الكفر بأعداد كثيرة، لما كانوا ينتحرون في دولة السويد بأرقام قياسية، وهي دولة فيها أعلى دخل فردي ومع ذلك فيها أعلى نسبة للانتحار. لو كانت السعادة في المال لما كان أكثر الوافدين على أطباء الأمراض النفسية من الأغنياء، ولما كان أكثر المعرضين لأمراض الضغط الدم وأمراض السكري وأمراض الكلي من الأغنياء ومن الوزراء ومن الوجهاء ومن الكبراء. وتجد الفقير أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لك الحمد على نعمة الإيجاد من العدم، ولك الحمد على الإمداد بصنوف النعم. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك. نلتقي بهذه الوجوه الطيبة المباركة راجين من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن يفرحون يوم لقاء الله جل في علاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحديثنا في هذه الليلة المباركة سيكون عبارة عن وقفات مع سلفنا الصالح، مع أئمتنا وأصحاب حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون هذه المواقف نبراسا يضيء لنا طريقنا إلى الله عز وجل، لنقتدي بهؤلاء الصالحين ونسير على آثارهم
ونتبع منهجهم لعلنا نحظى برضا الله عز وجل. وأريد أن أذكر إخواننا وأحباءنا جميعا أننا في حاجة إلى التوبة إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. فقد كان صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من مس الحصى بقدميه، وأفضل من مشى على الأرض برجليه، وأعبد الناس وأخشاهم وأتقاهم لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كانوا يعدون له في المجلس الواحد من الاستغفار والتسبيح الشيء الكثير. وكان يستغفر إلى الله، فكان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، ليعلمنا أننا مهما فعلنا ومهما عبدنا الله ومهما اتقيناه ومهما قدمنا لهذا الدين فإننا مفرطون مقصرون، وإننا فقراء إلى رحمة الله عز وجل. والناس أيها الإخوة ينقسمون إلى صنفين: أهل فلاح وربح، وهم أهل التوبة والاستغفار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحوا. ولعل هنا تفيد التحقيق، إن أردت الفلاح يا عبد الله فعليك بالتوبة إلى الله. والصنف الثاني ظالمون مقصرون مفرطون، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فإذا كان الفلاح اسم جامع يحصل به كل مرغوب ويندفع به كل مرهوب، فطريقه هو التوبة إلى الله علام الغيوب سبحانه وتعالى. والظلم يعني اسم جامع لكل معاني المقت والبغض والفساد في الأرض، فقد حرمه الله عز وجل على نفسه وجعله محرما بين العباد، فطريقه وبداية طريقه تأخير التوبة. فتجد الإنسان يؤخر التوبة، تجد الإنسان يسوف ويتمنى على الله الأمان حتى يخرج من الدنيا بغير عمل، فيغتر الإنسان بصغر سنه، ويغتر الإنسان بصحته، ويغتر الإنسان بواقعه الذي يعيش فيه، ويبدأ في التسويف والتأخير. غدا أتوب، بعد غد، حتى أتزوج، حتى أصبح أبا، حتى أتوظف، حتى أعمل، حتى يخرج من هذه الدنيا بلا شيء. حتى إذا جاءه ملك الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، حتى في سكرات الموت يتمنى ويسوف حتى يخرج من الدنيا بغير عمل. وصدق الإمام الحسن البصري رحمه الله إذ يقول: إن أقواما شغلتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا بغير عمل، يقولون نحسن الظن بالله، الله سبحانه وتعالى رحيم، الله غير محتاج إلى عبادتنا، جنته واسعة، والله سبحانه وتعالى قد غفر لامرأة سقط قلب، الله سبحانه وتعالى تجاوز، وهكذا يبدأ يتمنى ويحسن الظن بالله. يقول الإمام الحسن البصري: وقد كذبوا لو أحسن الظن لأحسن العمل. فرب العزة يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، لم يقل فليحسن الظن بالله، فلينم، فليجلس، لا، إذا كنت فعلا توقن وترجو لقاء الله سبحانه وتعالى فعليك أن تتزود لهذا اليوم، تتزود بأعمال صالحة تكون في ظلها يوم لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى. لذلك ندحفكم بهذه المواقف لعلها تكون سببا أيها الإخوة في شحذ الهمم، وسببا في تعجيل توبتنا إلى الله عز وجل ورجوعنا إليه. أخرج الإمام البخاري في الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، والإمام الذهبي في تاريخ الإسلام، وابن سعد وغيرهم من المؤرخين، في غزوة القادسية، في معركة القادسية، أنه أتي بأبي محجن الثقفي وقد شرب الخمر. الصحابة يعني في طريقهم إلى معركة القادسية، وأتي برجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد شرب الخمر، فوضعوه في القيد، يقيدوه بالسلاسل حتى تنتهي المعركة ليقيموا عليه الحد، لأن النهي قد ورد في إقامة الحد يعني في أرض الحرب وفي أرض الغزو والجهاد. فوضعوا أبا محجن في القيد، وبدأ الناس يستعدون لالتحام الصفوف، وبدأ المجاهدون يستعدون لرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتحرك إيمان أبي محجن الثقفي وهو جالس في قيده مكبل اليدين والرجلين، لما سمع صهيل الخيل وسمع تكبير المجاهدين اشتد حنينه إلى جهاد، فقال لامرأة سعد بن أبي وقاص وهو أمير الجيش، قال لها: إن لك علي أن تطلقيني لأقاتل في سبيل الله، فإن مت استرحتم مني، وإن حييت لك علي أن أعود حتى أضع يدي في القيد. استعطفها وتوسل إليها أن تفك عنه هذا القيد لكي يجاهد في سبيل الله، فإن ظفر بالعدو وانتصر وفاز فوعد عليه أن يرجع وأن يدخل يديه في القيد وأن يعود حيثما كان، وإن مات استرحتم مني ومت على ما أنا عليه من العمل. فكان منها أن أطلقت سراحه. وفي هذه المعركة يعني أمير الجيش كان مصابا، فصنعوا له عريشا وبيتا يراقب المعركة من فوق الجبل. فما أن فكت أسرى أبي محجن الثقفي حتى امتطى صهوة يعني فرس أمير الجيش، لأنه كان مصابا وكانت فرسه يعني لم تخرج القتال، فامتطى صهوة هذا الفرس وانطلق يشق الصفوف، وأبلى البلاء الحسن في هذا الجهاد، وكان ملثما، كان ملثما حتى لا يعرف. فكلما شق الصفوف صار الناس يقولون: هذا ملك، لما يفعله أبي محجن الثقفي لأعدائه؟ كان يشق الصفوف شقا ولا يبقى أثر لعدو لله أمامه، حتى شك الناس: هل هذا مدد من السماء؟ والمعركة حامية على وطيسها، وأبو عبيدة جالس ينظر إلى فرسه يقول: الدبر دبر البلقاء، هذا اسم فرسه. قال: هذا الجري، جري البلقاء، أعرفها، هذا جريها وهذا ركضها وهذا عدوها، والقتال قتال أبي محجن، هذه الشجاعة شجاعة أبي محجن، وأبو محجن في القيد، كيف هذا؟ هذا الجري جري البلقاء، وهذه الشجاعة وهذه الفروسية وهذه الحمية شجاعة أبي محجن، وأبي محجن في السلاسل في القيود. فأصابه العجب. فلما انتهت المعركة وانتصر المسلمون، رجع أبو محجن حتى وضع القيد في يديه وجلس في مكانه. وانتهت المعركة أيها الإخوان، وجاءت امرأة سعد وحكت ما كان من بطولة أبي محجن الثقفي، فقال أمام الملأ: والله لا أقيم عليك حدا. استدل العلماء بهذا الحديث على إسقاط الحد على من أبلى بلاء حسنا في نصرة الدين، ويسقطون الحد كذلك على من تاب قبل القدرة عليه، من أصاب حدا ولم يره أحد ولم يقدر عليه إمام المسلمين ثم تاب منه، إذا جاء واعترف يجوز لإمام المسلمين أن يسقط عنه الحد وأن يتركه كما هو على حاله. فلما أسقط عنه أمير الجيش الحد، قال أبو محجن الثقفي كلمة ذهبية، قال: أما وإنك قد بهرجتني، أي أما وإنك قد سامحتني وأعلنت مسامحتي أمام الملأ، فإني كنت أشربها لما أضرب عليها، لما كنتم تجلدونني وتطهرونني من حد الخمر كنت أشربها وأطهر منها، أشرب وأجلد 80 جلدة وأطهر وأشرب،
لكن لما أسقطت عليه الحد فوالله لا أشربها من اليوم. انظروا إلى هذه التوبة أيها الإخوة، وانظروا إلى هذا الصحابي رغم أنه مبتلى بهذه المعصية، رغم ذلك لم تمنعه هذه المعصية من نصرة الدين ومن نصرة الإسلام. فكل بني آدم خطاء، وكفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. من ذا الذي مساء قط؟ من منا أيها الإخوة لا يخطئ ولا يذنب؟ فإياك أن يلبس عليك الشيطان ويقول لك أنت منافق، أنت عاصي، أنت خمير، أنت كذا وأنت كذا، أنت لا تصلح الالتزام، أنت لا تصلح للدين. لا، إياك أن يلبس عليك الشيطان في هذه الجزئية. عليك أن تحرص على ستر نفسك، وأن تحرص على التوبة، وأن تصدق مع مولاك، وأن تجاهد لرفع كلمة الله بمالك، بنصيحتك، بأخلاقك، بمعاملتك. آنذاك يمكن أن يتوب الله عليك وأن يوفقك للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا أبو محجن الثقفي رضي الله عنه وأرضاه، لما نصر الله سبحانه وتعالى في معركة القادسية وأسقطوا عنه الحد، امتنع عن شرب الخمر رغم أنه كان يعني مولعا بشربها، وفقه الله سبحانه وتعالى لتركها. أما آن لنا الأوان أيها الإخوان أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما نحن فيه. فإذا كان أبو محجن قد جاهد ورفع كلمة الله سبحانه وتعالى، فنحن أيها الإخوة مفرطون غاية التفريط، مقصرون في جنب النبي صلى الله عليه وسلم غاية التفريط. أما يحق لنا أن نبادر بالتوبة إلى الله عز وجل قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله سبحانه وتعالى؟ الموقف الثاني أيها الأحباب من مواقف الصادقين في توبتهم، موقف المرأة الغامدية. المرأة الغامدية التي زنت ولم يرها أحد إلا خالق السماوات والأرض، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل من الزنا، قالت: يا رسول الله، إني قد زنيت، فطهرني فأقم علي الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي ثم ارجعي إلي. فذهبت حتى وضعت هذا الغلام، وعادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت بإرادتها، حرارة الذنب وذل المعصية وحب الله أقض مضجعها. الرغبة في الطهارة من المعاصي والنجاسات والرذائل حرمها لذة النوم، فجاءت لتقدم روحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يطهرها ولكي يرجمها أمام الملأ حتى تظهر من هذا الذنب. هذه هي حياة القلوب، لكن إذا استولت عليك الذنوب فإن قلبك يموت. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وحياة القلوب ترك الذنوب، وخير لنفسك عصيانها. ذنب على ذنب على ذنب حتى يموت الإنسان ويرضى بالذل والهوان، ويصبح والعياذ بالله يتلدد بمعاصي الله، يتلدد بالمنكرات، يجد الراحة في وسط العفن وفي وسط العري وفي وسط الفساد، ويجد ضيقا وحرجا في مجالس الذكر وحلق العلم. من الذنوب تميت القلوب إذا اعتادها الإنسان واستحلها والعياذ بالله. هذه المرأة الجليلة الصحابية المباركة رغم أنها أخطأت، إلا أن الإيمان أيها الإخوة أقض مضجعها، وخافت على نفسها إذا وقفت بين يدي الله أن تفضح أمام الخلائق. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرها أن ترجع حتى تضع، ولما وضعت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله طهرني، يا رسول الله طهرني فقد وضعت. من منا أيها الإخوة يستطيع أن يقوم هذا الموقف الشجاع وأن يطلب الطهارة من الله، وأن يدعو في سجوده من الله سبحانه وتعالى أن يستره في الدنيا والآخرة،
وأن يطهر قلبه وأن لا يفضحه يوم الخلائق. من منا أيها الإخوة، وكثير منا، وأنا منكم، وكلنا عصاة، ولكننا أيها الإخوة، الفرق بيننا وبين السلف أن السلف كانوا إذا عصوا الله عز وجل رجعوا وكانت حالهم أحسن من ذي قبل، وكانوا إذا عصوا الله عز وجل استغفروا وتابوا وأنابوا وأصلحوا. أما نحن فنعصي الله عز وجل ولا نأبه بهذه المعاصي. صرنا أيها الإخوة نراكم وراءنا جبالا من الذنوب ولا نأبه لها ولا نخاف منها، ويوشك أن ينتقم الله عز وجل منا إن بقينا على هذا المنهج وعلى هذا المنوال. فقال لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ارجعي حتى تفطمي، إذا أقمنا عليك الحد سيضيع هذا الغلام، من سيطعمه، من سيرضعه، ارجعي حتى تفطمي. وذهبت المرأة، لم يرسل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حارس ولا شرطي ولا مراقب، ذهبت لوحدها، وكان يمكنها أن تسيح في الأرض وأن تبتعد ولا يطلبها أحد، ولكن حرارة الإيمان ومراقبة الله جعلتها تختار الطهارة على العيش في هذه الدنيا بشهواتها. لم يرسل معها لا مراقب ولا شرطي ولا حارس، اذهبي حتى تفطمي. وذهبت المرأة حتى يعني فطم هذا الغلام، ورجعت به في حجرها ومعها كسرة خبز، فقالت: يا رسول الله، هذا الغلام قد فطم، وأعطته خبزا دليلا على أنه قد فطم، تريد أن تضع الأدلة لكي ترجم، تريد أن تبين الحجج والبراهين لكي تطهر، فحرارة الذنب أرقت مضجعها. والخوف من الله، الخوف من الله أيها الإخوة، سراج يضيء قلوب المؤمنين، والأمن من مكر الله ظلام يتيه فيه كثير من الفساق والعصاة. الخوف من الله سراج ونور يحجبك عن معصية الله سبحانه وتعالى، لأن الخوف هو توقع حصول مكروه في المستقبل. إذا عرضت لك شهوة تفكر وتشغل عقلك، تقول: هذه معصية، هذه لذة مؤقتة، ماذا بعدها؟ بعدها ذل وهوان، بعدها حساب عسير، بعدها عذاب أليم، بعدها قبر وضيق وضنك وقيامة وعرض وجهنم والعياذ بالله. فتقف وتقول: لا أتجرأ على حدود الله لأني أخاف الله. لذلك كان من جزاء من خاف الله أنه يوم القيامة في ظل الله، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. فأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد. تصوروا أيها الإخوة، حفر لها وصارت ترجم بالحجارة وتضرب بالحجارة فوق رأس، هذه شريعة، شريعة الله ودين الله، فالزاني المحصن يرجم، والزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة ويغرب عاما كاملا، حتى يعني يؤخذ حق الله سبحانه وتعالى ممن انتهك حرماته. فالزنا جريمة شنيعة وقبح، وقد وضع الإسلام حواجز وموانع حتى لا يقع المسلم في هذه الفاحشة. حرم عليك الإسلام النظرة وإن كانت نيتك طيبة، لكن قد تؤدي هذه النظرة إلى ما لا تحمد عقباه. حرم عليك الإسلام المصافحة وإن كانت نيتك طيبة، وإن كانت امرأة كبيرة في السن، لكن قد تؤدي هذه المصافحة إلى ما لا تحمد عقباه. حرم عليك الإسلام الخلوة، لأن الشيطان يكون معك إذا اختلط بامرأة لا تحل لك. وحرم الإسلام على المرأة أن تتعرى وأن تتكشف أمام الأجانب لما في ذلك من إثارة الشهوات والغرائز. وحرم الإسلام على المرأة أن تسافر لوحدها بدون محرم لما في ذلك من التعرض للفتن والابتلاءات. شريعة كلها رحمة، لكن أكثر الناس لا يعلمون، ولمثل هذه المقاصد لا يفقهون، فيسمون الالتزام والحجاب ظلامية، ويسمون العرية تفتحا. فإذا كان الحجاب ظلامية فنحن أئمة الظلامية، وإذا كان العري تقدما فنشهد الله أننا رجعيون. إذا كان
العلي هو التقدم، فنحن أئمة الرجعية لا نريد هذا التقدم ولا نقبله أبدا، لا نرضاه لأمهاتنا ولا لأزواجنا ولا لأخواتنا ولا لبنات المسلمين. فأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد ورجموها حتى ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. لا إله إلا الله، لقد تابت هذه المرأة توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. هكذا تكون التوبة أيها الإخوة والمبادرة إلى الرجوع إلى طريق الله سبحانه وتعالى. فهذه مواقف في صدق توبة أئمتنا وسلفنا الصالح. أما مواقفهم في العبادة وفي العطاء وفي التضحية من أجل هذا الدين فكثيرة لا تعد ولا تحصى، نتحفكم ببعضها راجين من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على منهاجهم وللاقتداء بآثارهم. ورحم الله من قال: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا خلفي المجامع. ورحم الله من قال: إذا ذكر السلف افتضحنا. ورحم الله من قال: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فهم يعني يتمتعون بصحة إيمانية جيدة، ونحن نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يستر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا أيها الإخوة الفضلاء. من مواقفهم في التضحية والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكره أهل السير في قصة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها. هذه المرأة أيها الإخوان كانت تعيش في كنف والدها أبو سفيان بن حرب وفي بيتها مع الخدم والحشم، وكان أبوها من وجهاء مكة وكان زعيما في قومه وفي بلده. لما أشرقت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ في الدعوة إلى الله عز وجل لامس الإيمان شغاف قلبها في بداية الدعوة، والدعوة سرية ولا يسلم آنذاك إلا المستضعفون مثل بلال بن أبي رباح وعمار بن ياسر وسمية وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وغيرهم من المستضعفين الذين كانوا في مكة. هذه المرأة كانت سيدة في قومها وكانت أميرة في قصر أبيها، ومع ذلك تركت الدنيا وراءها ولامس الإيمان شغاف قلبها في بداية الدعوة، وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نهدي هذه القصة لإخواننا ولأخواتنا ممن يزعمون أن الفتن كثيرة وأن المغريات كثيرة. انظروا إلى هذه المرأة، تركت قصرا يعني فاخرا، وتركت أبا غنيا، وتركت أسرتها وإخوانها وبلدها، وهاجرت مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. رملة بنت أبي سفيان كانت ممن هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة لما كثر الاضطهاد والتعذيب والتقتيل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركت مكة وهاجرت إلى الحبشة، إلى الفقر وإلى الجوع وإلى القحط وإلى الغربة، وتزوجت من عبد الله بن جحش، تزوجها رجل اسمه عبد الله بن جحش، وخرجت معه وفارقت بلدها وفارقت وطنها. فلما وصلوا إلى الحبشة ارتد زوجها، يذكر أهل السير والتاريخ أن زوجها ارتد وكفر وانتكس ورجع والعياذ بالله. أسأل الله أن يثبتنا على ديننا. بعض الناس يضعف أمام الامتحانات وأمام الابتلاءات وأمام الاختبارات، ولا تحسبن أن الاستقامة تمر أنت آكله، لن تنال المجد حتى تلعق الصبر، لن تنال المجد حتى تلعق الصبر، حتى تذوق طعم الصبر. فالصبر كالصبر مر لكن عواقبه أحلى من العسل. بعض الناس يضعف إذا وجده فتنة مالية أو ابتلاء في بيته أو ابتلاء في وظيفته أو ابتلاء في مجتمعه، ينسلخ من دينه ويرضى أن يعيش ذليلا حقيرا بعيدا عن دينه والعياذ بالله. هذا الرجل ترك دينه وبقيت زوجته مؤمنة
معتصمة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت هناك حتى رجعوا من الحبشة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة آمنت بالله ربا وهاجرت وتزوجت، وانتكس زوجها وتراجع وارتد عن دينه وثبتت عن دينها وصمدت وصابرت وكابدت واعتصمت، جزاؤها أن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كافأها الله عز وجل بزوج وأفضل من مشى على الحصى بقدميه صلوات ربي وسلامه عليه. وبقيت معه بعيدة عن أبيها وعن إخوانها حتى صلح الحديبية. أتكلم معكم عن إسلامها في بدايات الدعوة، ونحن الآن في صلح الحديبية. فاغتنم أبوها وهو مشرك كافر آنذاك، أسلم في فتح مكة، اغتنم هذه الهدنة وهذا الصلح، فجاء ليزورها في بيتها، جاء ليتفقد أحوالها مستغلا هذا الصلح وهذه الهدنة بين المسلمين وبين المشركين. فدخل عليها أبوها أبو سفيان بن حرب إلى بيتها، إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجد في البيت شيئا يرد بصره إلا حصيرا بالية يجده صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الآن؟ ماذا يقول الآن إخواننا وهم يتمتعون ويرفلون في نعم الله؟ ماذا تقول أخواتنا وأزواجنا وأمهاتنا وهن يكثرن الشكاة ويكثرن التأفف من ضيق المعيشة؟ أي امرأة تستطيع أن تعيش مع أخ ملتزم في بيت ليس فيه إلا حصير، ليس فيه شيء يرد البصر؟ أين أنفال هؤلاء النساء الصالحات العابدات؟ صار يعني عددهن قليل، وصرنا يعني أقل من القليل كما يقال. وإن الرجل الذي يعض عن دينه ويبتعد عن الحرام ولو أن يعيش في بيت ليس فيه ما يرد بصره، أن يعيش في الحلال وأن ينام على الأرض، لكن ولله الحمد هو عند الله سبحانه وتعالى عظيم، رب أشعث أغبر، مدفوعي بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فدخل أبو سفيان وقال لي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان: لقد أصابك بعدي شر كثير. قال: إيش هذه الحياة؟ تركت القصور وتركت الغلمان والجواري والألبسة والحلي والطرف وصبرت على هذا؟ بيت ليس فيه شيء يرد البصر وحصير البالية؟ لقد أصابك بعدي شر كثير. وهؤلاء أناس لهم مقاييس ظاهرية فقط، يظنون أن السعادة في المركب والمسكن والملبس والمأكل والمشرب. كلا ثم كلا، والله إنهم وإن ركبوا أفخم السيارات وأكلوا ألذ المأكولات وسكنوا في القصور ولاعبوا الجواري والغلمان، فوالله إن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، والله إن الحزن لا يفارق قلوبهم، والله إن الخوف والرعب لا يفارق بيوتهم، والله إن هناك من يعيش في أكواخ صفيحية، يأكل اليوم ويجوع غدا، ينام اليوم ويسهر غدا، يلبس اليوم ويعرى غدا، وهو في قمة السعادة لأنه مطمئن بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الناس لهم مقاييس ظاهرية، لا يقيسون الأمور بمقاييس معنوية. فلا تحسب أن السعادة لو كانت السعادة في المال لما كان هؤلاء الأرذال الكفار ينتحرون في بلاد الكفر بأعداد كثيرة، لما كانوا ينتحرون في دولة السويد بأرقام قياسية وهي دولة فيها أعلى دخل فردي ومع ذلك فيها أعلى نسبة للانتحارات. لو كانت السعادة في المال لما كان أكثر الوافدين على أطباء الأمراض النفسية من الأغنياء، ولما كان أكثر المعرضين لأمراض الضغط الدم وأمراض السكري وأمراض الكلي من الأغنياء ومن الوزراء ومن الوجهاء ومن الكبراء. وتجد الفقير بعيد عن هذه المشاكل.
لأنه مطمئن بذكر الله. وهذا لا يعني أننا نمدح الغنى، لا يعني أننا نذم الغنى ونذم الجاه ونذم المال، لا، إذا كان الجاه والغنى مع الدين فبها ونعمة، فهذا زبد مع عسل كما يقولون. لكن أن يكون المقياس هو المال هذا نرفضه ولا نقبله. فدخل أبو سفيان وأراد أن يجلس في هذا الحصير، فسبقته وسابقته أم حبيبة وجمعت الحصير. انظروا لهذه المرأة بعد سنوات من البعد عن أبيها، وجاء إليها في بيتها وليس معهما أحد ولا يراها أحد، ومع ذلك سابقت أباها وجمعت هذا الحصير. فقال لها أبو سفيان، وأبو سفيان هو أبو سفيان، أرغبة بي عن هذا الحصير أم رغبة به عني؟ هل جمعت هذا الحصير لأنك لا تريدينني أن أجلس عليه، أم جمعته لأنه متسخ بال قديم رث مثلي لا يجلس عليه؟ فأجابته جوابا مفحما وردت عليه ردا مقنعا، قالت: هذه حصير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت يا أبي مشرك نجس، لا تستحق أن تجلس على هذا الحصير، اجلس على الأرض إذا أردت الجلوس. إذا احتملتك هذه الأرض على كفرك فهذا من ستر الله عليك ومن حلمه عليك، وإلا فكل من كفر بالله سبحانه وتعالى معرض لوعيده ولعقابه. فانظروا إلى هذا الموقف أيها الإخوة من هذه المرأة، ونبكي على أنفسنا ونبكي على أزواجنا ونبكي على أحوالنا، وإن لم نبكي فلتبكي علينا البواكي. فصار هم كثير من الملتزمين يلهثون وراء الدنيا ليل نهار، وصار كثير من الملتزمات يكثرن الشكاة، ونحن كما قلت آنفا ننعم ونحن غارقون لا نسبح، فقد تعبنا من السباحة فغرقنا في نعم الله. والصحة من نعم الله، والهداية من نعم الله، وهذا المجلس من نعم الله، والإسلام من نعم الله، والسنة من نعم الله، والزوج من نعم الله، والأبناء من نعم الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وصدق ربي إذ يقول: وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله أن يجعلنا من هذا القليل. إذن هذا موقف دل على إيش؟ على الصبر على هذا الدين، وعلى التضحية، وعلى مفارقة كل الناس وإن كانوا أقرب الناس إليك مفارقة دينية، بعد النصح والبلاغ والدعوة المفارقة، لكن لا يمنع هذا أن نصلهم وأن ندعوهم إلى الله، وأن نبين لهم وأن ندعو الله أن يهديهم إلى صراطه المستقيم. وصدق من قال: ولو كانت النساء مثل من ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، ولو كانت النساء مثل من ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث كان عيبا للشمس ولا التذكير كان فخرا للهلال. ما كان التأنيث عيبا للشمس ولا كان التذكير فخرا للهلال. فديننا دين مواقف ودين استقامة ودين هداية، كن ذكرا أو كن أنثى، ولكن العبرة بإيمانك وبتقواك وبصدقك مع الله عز وجل. من مواقفهم كذلك المؤثرة الخالدة التي دونت بمداد الفخر والعز موقف أبو الدرداء عليه رحمة ورضا رب الأرض والسماء. خرج المسلمون في معركة من المعارك يقسمون الغنائم، هذا يأخذ من الغنيمة وهذا يأخذ غلاما وهذا يأخذ جارية، ووقف هؤلاء الأسرى ففرق بعضهم عن بعض، الأسير الذي أسر في الحرب وفي الجهاد يعني صار الأب يعني غلاما لهذا، وصارت الأم جارية عند هذا الصحابي، وافترق شملهم وشتتهم الله عز وجل وأذلهم. ففرح المسلمون وهم يقسمون الغنائم، واستبشروا وهم يعني وقد نصرهم الله عز وجل هذا النصر. فكان من بين المسلمين والمشاهدين في هذا الوقت أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. هذه الأسماء لا يعرفها كثير من الناس،
أم حبيبة، بالله عليكم أسمعتم بأم حبيبة في قنواتنا وفي إعلامنا؟ أقرأتم عليها شيئا في مدارسنا؟ هذه الرموز وهذه النماذج مغيبة، يلمعون لنا المغنيين والمغنيات والرياضيين والرياضيات والفنانين والفنانات، لكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بيننا وبينهم يعني حجاب وتغطية إعلامية، نسأل الله أن يرفعها عاجلا. فأبو الدرداء جلس يبكي في هذا اليوم الذي يحتفل فيه الناس ويفرحون لنصرة الإسلام وإعزاز أهله، ذهب إلى ظل شجرة وجلس يبكي رضي الله عنه وأرضاه. فجاءه بعض الصحابة وقال له: يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ أتبكي في هذا اليوم وقد نصرنا الله ومكننا من رقاب هؤلاء الأعداء وهؤلاء الكفرة الذين يحاربون الله ويحاربون رسوله؟ كيف تبكي في مثل هذا اليوم، يوم فرح وسرور، يوم نصر فيه الله الإسلام وأهله؟ فقال له أبو الدرداء كلمة أريدها أن تبقى أيها الإخوة أمام أعينكم، وأن تجعلوها نصب أعينكم في كل الأوقات. قال له أبو الدرداء: هؤلاء قوم كانوا أعزة فعصوا الله وكفروا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأذلهم الله وسلطنا عليهم. الله عز وجل هو الذي يسلط من يشاء على من يشاء. سلط الله عز وجل المسلمين ومكنهم من رقاب هؤلاء الكفار بعد أن كانوا أعزة فكفروا وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأذلهم وسلط عليهم أهل الإسلام. قال أبو الدرداء: فأخاف أن نعصي الله ويسلط علينا من يفعل بنا كما فعلنا به. أخاف أن نعصي الله وأن يسلط علينا من يجعلنا غنائم تقسى، ومن يجعل نساءنا جواري وسبي، ويجعل أبناءنا عبيد وغلمان. وقع هذا أم لم يقع؟ والله قد وقع، وقد أذل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وأهين الإسلام، وسب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأسرت نساء المسلمين، وفعل بالمسلمين في السجون ما فعل، وأنتم تسمعون هذا وترونه جميعا. لكن الناس عندما يتكلمون عن هذا الذل وعن هذا الفشل يقولون: هؤلاء عندهم صواريخ، هؤلاء عندهم تكنولوجيا، الجنود عندما قليلون، العتاد لا يجعلون في أسباب الهزيمة معصية الله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فشينا وتنازعنا فأذلنا الله. لا يجعلون في أسباب الجفاف وأسباب الفقر وأسباب القحط في ملفاتهم الوزارية انتشار المنكر، تطفيف في المكيال، عدم الحكم بشرع الله، هذه من أسباب الفقر والمصائب والأسقام والأوجاع. يتحدثون عن المبيدات وعن الإمكانيات وعن الأمطار وعن الفلاحة وعن الزراعة وعن التطور، لكن لا يجعلون في أسباب تخلف الأمة محاربة الله. كيف نرجو اقتصادا مبنيا على الربا؟ كيف نريد أن يبارك الله لنا في أموالنا ونحن نحمل سيفا نحارب به الله صباح مساء، بنوك ربوية نحارب بها رب البرية سبحانه وتعالى؟ كيف نرجو أن يسقط علينا غيث وقطر تحيا به الأرض وتحيا به العباد والبلاد ونحن نمنع زكاة أموالنا؟ كيف نرجو أن يكون ولاة أمورنا أهل عدل ونحن نطفف المكيال وهو من أسباب جور الحكام على الرعية؟ إذن كيف نرجو التقدم وكيف نرجو العزة والسعدد ونحن تركنا آية عظيمة من كتاب الله: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم إذا أردتم أن يذكركم الناس في التاريخ، وأن تسوسوا الأمم وأن تسودوا العالم بالإسلام وبسنة النبي العدنان، فعليكم بهذا القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم سيادتكم وريادتكم وازدهاركم، أفلا تعقلون؟
استفهام إنكاري. أفلا تعقلون وأنتم تتركون هذا الكتاب وتلتمسون العزة في غيره؟ هذا حمق وسفه وطيش وبعد عن الله سبحانه وتعالى. من هذا الموقف أيها الأحبة نستفيد منه أن المعاصي سبب ذل وهوان، وأن ما أصابنا فإنما هو بما كسبت أيدينا. والمعاصي أيها الإخوة كما قال ابن القيم سبب لضيق الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا اتقيت الله يرزقك من حيث لا تحتسب، وإذا عصيته يضيق عليك الرزق. والمعاصي سبب للقحط والجفاف، حتى قال ابن القيم إن البهائم لتلعن عصاة بني آدم. تصور أيها الأخ المسلم أعزك الله وكرمك وشرفك بالإسلام وتصير عرضة للعن البهائم، فتلعنك الدواب والأنعام لأنك تجرأت على معصية الله وكنت سببا في هذا القحط والجفاف الذي تعيشه الأمة. من مواقفهم أيضا أيها الأحبة في العبادة، وأذكر مواقف متنوعة في العبادة نختم بها حتى لا نطيل عليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من مواقفهم في العبادة أيها الأحبة الفضلاء أن الصحابة كانت لهم وقفات مع الله سبحانه وتعالى، كانوا يشتاقون للظلام، فإذا جن عليهم الليل وقفوا في محراب العبودية، وقفوا بين يدي رب البرية وأسكبوا عبرات وسجدوا سجدات وركعوا ركعات، فكانوا بذلك ممن استحق رحمة رب الأرض والسماوات. يحكي الإمام الذهبي في السير وغيره من المؤرخين أن ابن المنكدر رضي الله عنه وأرضاه كان جالسا في المسجد بعد صلاة العشاء. تأملوا معي هذه القصة فإنها قصة عجيبة أيها الإخوان. كان جالسا في المسجد ينتظر متى يخرج الناس، إذا برجل ملثم يصلي بعد العشاء، فقال ابن المنكدر أنتظره حتى يوتر وأخرج معه. فما زال هذا الرجل يصلي ركعتين 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 حتى أوشك الصبح. يا من يمضي الليل كله أمام الشاشات، يا من يمضي الليل في الرقص والطرب والمرح، وإذا حان وقت الصبح نام، أين أنت من قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أمضوا الليل في العبادة وأمضوا السحر في الاستغفار، يستغفرون من العبادة وبعد عبادة، ونحن ننام بعد معصية وفساد. فبقي هذا الرجل يصلي حتى أوشك الفجر، فرفع هذا الرجل يديه إلى السماء وأقسم على الله أن ينزل المطر، أقسم على الله أن ينزل المطر. وهنا يظهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على شيء لحصل حتى لا يحنث. رفع هذا الرجل يديه وأقسم على الله أن ينزل المطر. قال ابن المنكدر فما كاد يضع يديه حتى بدأ المطر ينزل على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي قلب هذا وأي يد هذه وأي لسان هذا الذي دعا فاستجيب له، وأي أيد هذه التي رفعت فاستحيا خالق الأرض والسماوات أن يردها صفرا خائبة. رب العزة يستحي ونحن لا نستحي. ما أحلم الله عنا حيث أمهلنا وقد تمادينا في العصيان ويسترنا. ما أحلم الله عنا وقد أمهلنا أيها الأحبة وقد تمادينا في العصيان ويسترنا. وكأنني وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، نغلق الأبواب ونختفي من الناس ونستحي من الناس
لانها عصية امام خالق الناس. لا اله الا الله. اي ايدي هذه التي رفعت فاستحيا منها الله، واي دعوة هذه التي سمعها رب العزة الذي وسع سمعه الاصوات من فوق سبع سماوات. وقد قال رب العزة وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من هذا؟ استفهام إنكاري، تهكم بالمشركين. أمن هذا الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ أي قبر هذا يجيبك إذا دعوته؟ أي ولي وأي صالح بزعمك يجيبك إذا كنت مضطرا؟ أإله مع الله؟ أهناك إله معبود يجيب الناس ويكشف كرباتهم؟ هذا حمق وطيش. قال ابن المنكدر: فعجبت من هذا الرجل وقد كان ملثما. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والأئمة والصالحون كانوا أحرص الناس على الإخلاص، كانوا يجلسون وإذا بكى أحدهم في المجلس يقول والله إنه لزكام شديد، وكانوا يجلسون ويستغفرون وليسمع لهم يعني حركة، وأصحابنا يتهرجون ويتصيحون بالقرآن والأذكار ويحب أحدهم أن يظهر أنه حافظ وإمام، ومع ذلك واقعون في بدع ومخالفات. الصحابة كانوا أحرص الناس على كتمان أعمالهم. احرص ألا تجهر بعمل إلا إذا كنت مضطرا لذلك. ذلك كان الصيام أفضل الأعمال لأنه بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. قال ابن المنكدر: فحرصت أن أتبعه لأعرف من هذا الرجل. قال: فسرت وراءه في أزقة المدينة حتى فقدته في بعض زقاقاتها. صار وراءه يركض مع مستنقعات الماء حتى فقده في بعض أزقة المدينة. قال: فرجعت خائبا لم أظفر بشيء. قال ابن المنكدر: فرجعت من الصباح ورجعت من الغد في المسجد بعد صلاة العشاء وإذا بالرجل نفسه واقفا يصلي، فحمدت الله أن وجدته. فبقي هذا الرجل يصلي ويصلي 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 حتى أوشك الفجر. أيها الإخوة، هؤلاء قلوبهم قلوب طاهرة والله، قلوب ترتاح لمناجاة الله. تصور أيها الحبيب أننا جميعا يمكننا أن نقف بين يدي الملك العلام في هذه الليلة، ورب العزة سيستقبلنا وسيسمع كلامنا وسيستجيب دعاءنا. أيكم لا يريد أن يجلس مع الملك، أن يقابل الملك، أن يناجي الملك، أن يكلم الملك سبحانه وتعالى؟ لا يكلفك ذلك إلا أن تتوضأ وأن تستقبل القبلة وأن تقول الله أكبر، فتفتح لك يعني مفاتيح، فتفتح لك أبواب الرحمة. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين ناجاك الله من فوق عرشه، حمدني عبدي، أنت بالذات يخاطبك الله ويقول لك حمدني عبدي، يا له من تشريف. ولكن حرمنا هذه المقامات بمعصيتنا لله، فلا يوفق لهذا الأمر إلا الصادقون. فنسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. لقد سئمنا المعاصي وقست قلوبنا، نريد ونحن صادقون إن شاء الله نريد أن نصل إلى مستوى نتذوق فيه الصلاة، نرتاح في الركوع، نرتاح في السجود، نريد أن نعيش حياة إيمانية في بيوتنا مع أزواجنا، وأن يكون بيننا وبيننا قرآن، ورسول الله يقرأ القرآن في حجر امرأته، ويقوم الليل ويبكي وتأتي زوجه ويقول ذريني يا عائشة أتعبد ربي، وتقول يا رسول الله إني أحبك، فيقول ذريني يا عائشة، ويوقظ أهله بالليل ويوقظ أبناءه ويوقظ أصحابه ليصلوا مناجاة لله سبحانه وتعالى. هذه المقامات حرمناها بالمعاصي. لذلك ينبغي أن نسعى وأن نبكي على أنفسنا، لأن الناس أيها الإخوة في سباق، الناس الآن في سباق، فاستبقوا الخيرات. صندوق العمل والقبر اجمع وحصل حتى تفرح يوم لقاء الله. فالشاهد عندي أن هذا الرجل صار يصلي حتى أوتر ورفع يديه
وأقسم على الله أن يحبس المطر. المطر ينزل من الليلة الماضية إلى الغد، حتى يعني أصيب الناس بفيضانات، فأقسم هذا الرجل على الله أن يحبس المطر. قال ابن المنكدر: فما أن أرجع يدي حتى حبس المطر. إخوان، هؤلاء صلة بينهم وبين الله. لا تستغربوا من هذه الأمور، فالله يسمعنا عقيدة. بعض الناس لا يدرك أن الله سميع، يسمعني الآن، رب العزة يسمعني، وأسأل الله أن يكون هذا الكلام في ميزان حسناتي وميزان حسناتكم. والله سبحانه وتعالى مطلع على قلوبنا جميعا وعلى قلوب كل الناس. وتأملوا معي في قصة خولة، عندما جاءت تشتكي زوجها لرسول الله، وقفت أمام الباب وصارت تشتكي من زوجها، وعائشة خلفها ويخفى عليها صوتها، فأنزل الله سورة كاملة افتتحها بقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني وراء الباب ويخفى علي كلامها. سمعها رب العزة من فوق سبع سماوات، فالله سميع، فلا تعجب من مثل هذه المواقف. فالله سبحانه وتعالى يجيب أولياءه ويكرمهم بأشد من هذا وأكثر. وقرأوا ما ورد في هذا الباب في قصص الصحابة والأنبياء. ألم ينزل الله عز وجل ملائكة لنصرة المسلمين؟ ألم يرسل الله عز وجل ريحا في غزوة الأحزاب شتتت شمل الكفار؟ ألم قصص كثيرة كلها ثبتت بالأسانيد الصحيحة. قال ابن المنكدر: فخرجت وراءه وكنت حريصا ألا يضيع مني حتى عرفت بيته، فرجعت من الغد فطرقت عليه الباب، فقال ابن المنكدر فاستقبلني فقلت له: بارك الله فيك، لقد رأيت ما كان منك بالأمس في المسجد، وإني أحب أن تدعو الله لي وأن تنصحني وأن تصاحبني. قال ابن المنكدر فغضب الرجل غضبا شديدا وانتهرني وزجرني وطردني من بيته. قال فرجعت إلى المسجد فافتقدته 3 أيام، ما عدت أراه في مصلاه في المسجد. قال فجئت إلى حيه فسألت عنه الناس، فقالوا: تسأل عن إسكافي حينا، كان إسكافيا خراز، أأنت الذي جئت وأغضبته حتى جمع أمتعته وخرج من المدينة؟ فبهت ابن المنكدر. هذا الإسكافي خاف أن يشتهر وأن يعرف الناس أحواله وكرامته، فجمع أمتعته وغادر البلد لكي يعبد الله في راحة وأمان. إن الله يحب العبد الخفي التقي النقي. ماذا يقول الآن هؤلاء الدجاجلة الذين يزعمون أنهم أصحاب كرامات ويفتحون بيوتهم لعلاج الناس، ويزعمون أنهم يستجاب لهم وأنهم يكشفون الكروبات؟ ماذا يقولون أمام هذا الرجل الذي غادر المدينة وجمع أمتعته حتى لا يعرف صلاحه وحتى لا يشتهر أمره لأنه يخاف على نفسه الرياء؟ كان الصحابة أئمة. هذا حري أن يستجيب الله له. آخر القصة أعظم من القصة عندي أنا، والله آخر هذه القصة أعظم. خروجه من البلدة لهذا السبب أعظم من هذا الكرامة. هذه في حد ذاتها منقبة عظيمة، أن تغادر البلد لأنك تخاف أن يشار إليك بأنك ولي وأنك عالم وأنك صالح. هذا لا يفعله إلا الرجال. إذن أيها الإخوان، انظروا إلى هذه العبادة وإلى رهبان الليل كيف يأنسون بالله ويفرحون بمناجاة الله. فهكذا ينبغي أن نكون جميعا أيها الأحبة. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه
تصور ما هي أيها الحبيب ونحن شباب ابناء العشرين والثلاثين، أن يقف الإنسان حتى تتشقق قدماه ويخرج منهما دم من بين اللحم والجلد، أي وقوف هذا وأي صبر هذا وأي همة هذه؟ فإذا سئل عن ذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ الشكر أيها الإخوة باللسان وبالجنان وبالأركان بالعمل، الشكر بالقلب فيطمئن قلبك لقضاء الله وقدره، باللسان فتكثر من الحمد، وبالجنان بالأركان تشكر الله على نعمة البصر وعلى نعمة اليد وعلى نعمة الصحة وهكذا توظفها في طاعة الله. وهذه عائشة أم المؤمنين وقفت تقرأ آية واحدة من كتاب الله ترددها حتى أصبح الليل حتى الصباح، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ترددها وتبكي لا تستطيع أن تجاوزها. والله أيها الإخوة لو أيقنا بما أعده الله لنا من الخير لما كنا متكاسلين متقاعسين، ولو أيقنا بما أعده الله من العذاب للعصاة لكنا أبعد الناس عن المعصية، لاخترنا أن تقطع يعني جوارحنا وأيدينا وأن تفقع أعيننا على أن ننظر نظرة حرام. لو خيرت بين العمى وبين نظرة حرام لاخترت العمى، إنه إذا ابتليت بالعمى وصبرت ليس لك جزاء إلا الجنة، أما النظرة قد تكون لسبب لهلاكك. وكم من واحد كانت بداية انحرافه وفساده نظرة في مسلسل وفي فيلم وفي بحر وفي شاطئ، فكانت هذه النظرة وجدت قلبا خاليا فتمكنت منه وصار أسيرا لشهوته والعياذ بالله طول حياته. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وهذا عمر القوي الشديد الذي كان يحمل درة يؤذب بها من يخالف سنة رسول الله ومن يخالف أوامره، وكان قويا إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع، وكان أصلع إذا وقف بين يدي الله لا يتمالك نفسه من البكاء. يذكرون في ترجمته أنه كان في محرابه فإذا قرأ قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، سمعوا له نشيجا في آخر الصفوف، أمير المؤمنين المحدث الملهم، لو كان نبي بعد رسولنا لكان عمر. إلى الموقف خشوع خشية تفاعل مع القرآن، آية واحدة انقرأت علينا من الآيات، كم رأينا من المصائب والمواعظ ونعاهد الله وننقض نكذب على الله، يا رب اليوم سأتو، يا رب بعد هذه لن أفعل، وننقض ونرجع. آية واحدة يبكي ويسمع صوته في آخر الصفوف، وإنها آية مؤثرة. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما نشكو قسوة قلوبنا إلى الله. اللهم اصلح أحوالنا، اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يبكون من خشيتك. وهذا أبو بكر الصديق رقم واحد في الإسلام، كان إذا وقف بين يدي الله لا تسمع قراءته، كان رجلا أسير، كانت الدمعة تسبق الآيات. أناس أيها الإخوة عرفوا الله فعظم في قلوبهم، وظهر ذلك في صلاتهم وفي أخلاقهم وفي إيمانهم وفي توحيدهم وفي كدهم من أجل نصرة هذا الدين. انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا وغيرهم كثير أيها الأحبة. انظروا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وقد تزوج شهرا ولم يفتش لزوجته كنفا، منشغل بالصيام بالنهار وبالقيام بالليل،
حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوضه لكي يخفف من هذه العبادات. المواقف هم مع القرآن كثيرة. وصدق ربي إذ يقول إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس المسلمين. فهذه الدمعة وهذه العبرة رسالة حب إلى الله ورسالة صدق ووفاء وعلامة خوف من الله سبحانه وتعالى وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا عبد الله بن المبارك تكلمنا عن مواقف في الصبر وفي التوبة وفي الجهاد وفي العبادة، موقف في المعاملة أختم به وأسأل الله أن يصلح أحوالنا. عبد الله بن المبارك متوفى 181 بعد الهجرة، خرج لطلب العلم لطلب الحديث من خراسان في أقصى شمال قارة آسيا، وجاء إلى مكة إلى بلد الله الحرام يدون الأحاديث ويدون الأجزاء الحديثية والأمالي وينسخ. وكان الناس يحبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحلون من أجله. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر في حديث واحد، ورحل شعبة، ورحل البخاري، ورحل مسلم، رحلوا بحثا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا وفي منازلنا، إنما نحتاج أن نفتح البخاري وأن نفتح مسلم وأن نقرأ وأن نتلذذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يدون وينسخ كسر قلمه، فاستعار قلما عند بعض الطلبة ليكتب به ما بقي من الدرس الحديثي. فكتب الدرس الحديثي ودون ونسخ وجمع أمتعته ورجع إلى خراسان. من مكة إلى خراسان آلاف الكيلومترات، يعني شهور من السفر. فجمع أمتعته ورجع إلى خراسان. فلما وصل إلى بلده وفتح أمتعته وجد القلم في متاعه، فتذكر أنه استعاره من بعض الطلبة أين؟ في مكة. فجمع الزاد والراحلة ورجع من خراسان إلى مكة حتى بحث عن هذا الطالب وقال له هذا قلمك جزاك الله خيرا. انظروا إلى الإسلام كيف يربي أبناءه على أن لا يأخذ شيئا لا يملك له. كيف يعتدي المسلم على مال الناس ويأخذ أموال الناس وهو يعرف أن هناك يوما يقتص الله فيه للشاة الجلزاء من الشاة القراء صاحبة القرون. إذا نطحت الشاة الجماء يقتص الله عز وجل لها. فبالأحرى من يأكل أموال إخوانه. رجع من خراسان إلى مكة لكي يرجع قلما واحدا، يعني بعض يحتقر هذا الشيء. لكن هؤلاء كانوا لا ينظرون إلى صغر المعصية ولكن ينظرون إلى عظمة الله. فلا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. اليوم صغيرة وغدا صغيرة وبعد غد صغيرة حتى يجتمع عليك جبل من الحصى. لا تحقرن الذنوب إن الجبال من الحصى. فهكذا ينبغي أن نكون، وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم محب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يقول لهم قوموا مغفور لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أن يجنبنا العجز والكسل والكبر والرياء. وأنصح جميع الحاضرين
وأنصح نفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى والاعتصام بكتابه بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأنصح جميع الآباء أن يعتنوا بأبنائهم وأن يعلموهم كتاب الله وأن يحفظوهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنصح كل أب غيور أن يحجب بناته وأن يمنعهن من الصفور والتبرج والعري، فإنه مسؤول عنهن أمام الله. وأنصح إخواني الشباب ممن لم يوفقوا للزواج بعد أن يحذروا من الفتن وأن يبتعدوا عن أماكن الاختلاط والفساد وأن يكثروا من الصيام وأن يسألوا الله في سجودهم أن يثبتهم على دينه. فالله عز وجل يقول هو الذي يثبت، يقول يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تقبلوا منا هذه الكلمة على عجرها وبجرها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.